نحن اليوم عم نحكي على الحلويات، بالمناسبة هي من رفاهيات الحضارة، لأن الإنسان كان يقضي يومه كامل بحثاً عن الطعام، طعام بتأمين لقمة عيشه والجلي يعني بين جمع الطعام أو جلب الطعام وطهيه وبعدين تنظيف الصحون، وكان يستغرق اليوم كله. يعني نحن عم نحكي عن تاريخ من المعاناة، اليوم عم نحكي عن الحلويات يمكن هي رفاهية. Thank you.